ثم قال: ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخارى وسمرقند. قد ذكرنا ما فعله التتر المغربة التي سيرها ملكهم جنكيز خان إلى خوارزم شاه. أما جنكيز خان فإنه بعد أن سير هذه الطائفة إلى خوارزم شاه وبلغه انهزام خوارزم شاه من خراسان، قسم أصحابه عدة أقسام، فسير قسما منها إلى بلاد فرغانة ليملكوها، وهذه تقع باتجاه الشرق من سمرقند التي فيها جنكيز خان، وسير قسما آخر منها إلى ترمذ، هذه ترمذ تقع باتجاه الجنوب من سمرقند، وسير قسما منها إلى كلانة وهي قلعة حصينة على جانب جيحون أي نهر جيحون، من أحصن القلاع وأمنع الحصون. فسارت كل طائفة إلى الجهة التي أمرت بقصدها ونازلتها واستولت عليها وفعلت من القتل والأسر والسبي والنهب والتخريب وأنواع الفساد مثل ما فعل أصحابهم. فلما فرغوا من ذلك عادوا إلى ملكهم جنكيز خان وهو بسمرقند، وتقع سمرقند في أوزبكستان شمال أفغانستان. أوزبكستان تقع شمال أفغانستان وسمرقند تقع في أوزبكستان. فجهز جيشا جنكيز خان، جهز جيشا عظيما مع أحد أولاده وسيرهم إلى خوارزم باتجاه شمال غرب من سمرقند، أي باتجاه الغرب ناحية الشمال قليلا، ولذلك قال المغربة أي باتجاه الغرب. وسير جيشا آخر فعبروا جيحون إلى خراسان وتقع باتجاه جنوب غرب من سمرقند، هذه خراسان تقع باتجاه جنوب غرب من سمرقند. لاحظ تحركات التتار، لم يقفوا على بلد، لم يقفوا على مدينة، لا يتوقف طموحهم أنهم يريدون العالم، كل العالم، كل الأرض، كل البسيطة. فهل تبقى بغداد مستثنات؟ يا عقول فارغة.